أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. وحدثنا أبو كُريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان، عن ابي الزناد عن الاعرج، عن ابي هريره، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابن نمير وابو اسامه، حا، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابي، حا، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن ابي هريره، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه، عن ابي هريره، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء انه سمعه يحدث عن ابي هريره انه قال: نهي عن بيعتين الملامسه والمنابذه. اما الملامسه فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تامل والمنابزه ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الاخر ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه وحدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى واللفظ لحرمله قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص ان ابا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسه والمنابثه في البيع والملامسه لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه الا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراب وحدثنيه عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن ادريس ويحيى بن سعيد وابو اسامه عن عبيد الله ح وحدثني زهير بن حرب واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قال اخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع حبل الحبله. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله: اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه الا ان ياذن له. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه. وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي: حدثني عبد الصمد، حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما. عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم: حا وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عدي، وهو ابن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وفي رواية الدورقي على سيمة أخيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتلقى الركبان لبيع". ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وأن يستام الرجل على سوم أخيه. وحدثنيه أبو بكر بن نافع، حدثنا غندر، حا، وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا وهب بن جرير، حا، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثنا أبي. قالوا جميعًا حدثنا شعبة بهذا الإسناد. في حديث غندر ووهب، نهي، وفي حديث عبد الصمد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حا وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تتلقى السلع حتى تبلغ الاسواق وهذا لفظ ابن نمير وقال الاخران ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تلقي البيوع. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الجلب. حدثنا ابن ابي عمر حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج اخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت ابا هريره يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قالا: حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حا وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض غير أن في رواية يحيى يرزق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: "نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه". حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، عن محمد عن أنس: "حا"، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون عن محمد. قال قال أنس بن مالك نهينا عن أن يبيع حاضر لباد حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر حدثنا محمد بن عمرو بن جبله بن ابي رواد حدثنا ابو عامر يعني العقدي حدثنا قره عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاه مصراه فهو بالخيار ثلاثه ايام فان ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاه مصراه فهو بخير النظرين ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء. وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد، غير أنه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبده قال حدثنا سفيان حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحوه حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه قال ابن عباس واحسب كل شيء بمنزله الطعام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لما فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ. ولم يقل أبو كريب مرجأ. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، حدثنا مالك حا، وحدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يامرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حا، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه حدثني حرمله بن يحيى اخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضاه حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى اخبرنا اسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا اسماعيل عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا طعاما جزافا ان يبيعوه في مكانه حتى يحولوه وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وابو كريب. قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. وفي رواية أبي بكر من ابتاع. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي، حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة. انه قال لمروان احللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت فقال ابو هريره احللت بيع السكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليمان فنظرت الى حرس ياخذونها من ايدي الناس حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا روح، حدثنا ابن جريج، حدثني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح، اخبرنا ابن وهب، حدثني ابن جريج: أن أبا الزبير أخبره قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: انها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه لم يذكر من التمر في اخر الحديث حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حا وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حا وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال أم لا علي نافع سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا او يكون بيعهما عن خيار فاذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب زاد ابن ابي عمر في روايته قال نافع فكان اذا بايع رجلا فاراد الا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حا وحدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام عن ابي التياح قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال مسلم بن الحجاج ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش مئة وعشرين سنة حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلابه فكان اذا بايع يقول لا خيابه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان حا، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله، وليس في حديثهما، فكان إذا بايع يقول لا خيابه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قالا حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهه، نهى البائع والمشتري. حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفه قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته وحدثنا محمد بن المثنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه لم يذكر ما بعده. حدثنا ابن رافع حدثنا ابن ابي فديك اخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسره حدثني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وعبيد الله. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر. عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد، وزاد في حديث شعبة، فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. حدثنا يحيى بن يحيى: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر: حا، وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر، قال: نهى أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم حا وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا روح قالا حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي البختري قال سالت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن؟ فقال رجل عنده حتى يحزر حدثني أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري حا وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر. قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، زاد ابن نمير في روايته أن تباع. وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنه والمحاقله. والمزابنه ان يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقله ان يباع الزرع بالقمح واستكراء الارض بالقمح قال واخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر وقال سالم اخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخص بعد ذلك في بيع العريه بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غير ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العريه ان يبيعها بخرصها من التمر. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أخبرني نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العريه يأخذها أهل البيت بخرصها تمرى يأكلونها رطبا. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني نافع بهذا الإسناد مثله وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرناه هشيم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرأ وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر: حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العريه بخرصها تمرى قال يحيى: العريه أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمره. وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا وحدثناه ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الاسناد وقال ان تؤخذ بخرصها وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثنيه علي بن حجر حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم، منهم سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال ذلك الربا، تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها تمرا وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر بمثل حديث سليمان بن بلال عن يحيى غير أن إسحاق وابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن وقال ابن أبي عمر الربا وحدثناه عمر الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وحسن الحلواني قال حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثه ان رافع بن خديج وسهل بن ابي حثمه حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة يشك داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمزابنه بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع ان عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. حدثني يحيى بن معين وهارون بن عبد الله وحسين بن عيسى. قالوا حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرصه حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن قصف علي وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حدثنا أيوب بهذا الاسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثني محمد بن رمح اخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كانت نخلى بتمر كيلا وان كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله وفي رواية قتيبة أو كان زرعا وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب حدثني يونس حا وحدثناه ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرني الضحاك حا وحدثنيه سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسره، حدثني موسى بن عقبه، كلهم عن نافع بهذا الاسناد نحو حديثهم. حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع. إلا أن يشترط المبتاع. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، حا، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، جميعاً عن عبيد الله، حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد نحوه حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح، قال أخبرنا الليث: حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد مثله وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وزهير بن حرب، قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير، أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري، حدثنا ابن جريج، أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابره والمحاقله والمزابنه وعن بيع الثمره حتى تطعم ولا تباع الا بالدراهم والدنانير الا العرايا قال عطاء فسر لنا جابر قال اما المخابره فالارض البيضاء يدفعها الرجل الى الرجل فينفق فيها ثم ياخذ من الثمر وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف كلاهما عن زكريا قال ابن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله عن زيد بن ابي انيسه حدثنا ابو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله والمزابنه والمخابره وان تشترى النخل حتى تشقه والاشقاه ان يحمر او يصفر او يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وحدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا بهز، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح. قال: قلت لسعيد ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار. ويؤكل منها حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبد الله الغبري واللفظ لعبيد الله قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه لا يذكر بيع السنين هي المعاومه وحدثني اسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن ابي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض وعن بيعها السنين وعن بيع الثمر حتى يطيب. وحدثني أبو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني بن زيد عن مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل لقبه عارم وهو أبو النعمان السدوسي حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل يعني بن زياد عن الاوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كان لرجال فضول اراضين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه، فان ابى فليمسك ارضه. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا معل بن منصور الرازي حدثنا خالد اخبرنا الشيباني عن بكير بن الاخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ للارض اجر او حظ حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له ارض فليزرعها، فان لم يستطع ان يزرعها وعجز عنها فليمنحها اخاه المسلم ولا يؤاجرها اياه. وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام قال سال سليمان بن موسى عطاء فقال: احدثك جابر بن عبد الله؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها، قال نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان عن عمرو، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا تبيعها فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها يعني الكراء قال نعم حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها. حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعاً عن ابن وهب، قال ابن عيسى: حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالمازيانات. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: من كانت له ارض فليزرعها، فان لم يزرعها فليمنحها اخاه، فان لم يمنحها اخاه فليمسكها. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا ابو عوانة عن سليمان، حدثنا ابو سفيان عن جابر. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له ارض فليهبها او ليعرها. وحدثنيه حجاج بن الشاعر، حدثنا ابو الجواب، حدثنا عمار بن رزيق عن الاعمش بهذا الاسناد، غير انه قال: فليزرعها او فليزرعها رجلا. وحدثني هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو وهو ابن الحارث ان بكيرا حدثه ان عبد الله بن ابي سلمة حدثه عن النعمان بن ابي عياش عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض قال بكير وحدثني نافع انه سمع ابن عمر يقول كنا نكري ارضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الارض البيضاء سنتين او ثلاثه وحدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وفي روايه ابن ابي شيبه عن بيع الثمر سنين حدثنا حسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وحدثنا الحسن الحلواني حدثنا ابو توبه حدثنا معاويه عن يحيى بن ابي كثير ان يزيد بن نعيم اخبره ان جابر بن عبد الله اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنه والحقول فقال جابر بن عبد الله المزابنه الثمر بالتمر والحقول كراء الارض حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وحدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب اخبرني مالك بن انس عن داوود بن الحصين. أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان حا وحدثني علي بن حجر وإبراهيم بن دينار. قال حدثنا اسماعيل وهو ابن عليا عن ايوب حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا وكيع حدثنا سفيان كلهم عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد مثله وزاد في حديث ابن عيينه فتركناه من اجله. وحدثني علي بن حجر حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي الخليل عن مجاهد قال قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع ارضنا وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا يزيد بن زريع عن ايوب عن نافع ان ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اماره ابي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافه معاويه حتى بلغه في اخر خلافه معاويه ان رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وانا معه فساله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد وكان اذا سئل عنها بعد قال زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث ابن علية قال فتركها ابن عمر بعد ذلك فكان لا يكرهها وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع قال ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع وحدثني ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حسين يعني ابن حسن بن يسار حدثنا ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان يأجر الأرض قال فنبئ حديثا عن رافع بن خديج، قال فانطلق بي معه اليه، قال فذكر عن بعض عمومته، ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن كراء الارض، قال فتركه ابن عمر فلم ياجره. وحدثنيه محمد بن حاتم حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا ابن عون بهذا الاسناد، وقال: فحدثه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يكري اراضيه حتى بلغه ان رافع بن خديج الانصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله لقد كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض تكرى ثم خشي عبد الله ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الارض وحدثني علي بن حجر الاستعدي ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعيه الله ورسوله انفع لنا نهانا ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك وحدثناه يحيى بن يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب قال كتب الي يعلى بن حكيم قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع ثم ذكر بمثل حديث ابن عليا وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن الحارث حا وحدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبده كلهم عن ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد مثله. وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن بعض عمومته. حدثني اسحاق بن منصور اخبرنا ابو مسهر حدثني يحيى بن حمزه حدثني ابو عمرو الاوزاعي عن ابي النجاشي مولى رافع بن خديج عن رافع ان الظهير بن رافع وهو عمه قال اتاني ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان بنا رافقا فقلت وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع، أو الأوسق من التمر أو الشعير. قال: فلا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر عن عمه ظهير حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض قال فقلت ابي الذهب والورق فقال اما بالذهب والورق فلا باس به حدثنا اسحاق اخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الاوزاعي عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن حدثني حنظله بن قيس الانصاري قال سالت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا باس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا قال كنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا. حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، حا، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يزيد بن هارون، جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الواحد بن زياد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال أخبرني الثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وفي رواية ابن أبي شيبة نهى عنها وقال: سألت ابن معقل ولم يسمي عبد الله. حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا يحيى بن حماد اخبرنا ابو عوانه عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال: دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعه فقال: زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث. عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانتهره قال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو وابن طاووس عن طاووس انه كان يخابر، قال عمرو فقلت له: يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابره فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابره، فقال اي عمرو: اخبرني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا الثقفي عن أيوب حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن ابن جريج حا وحدثني علي بن حجر، حدثنا الفضل بن موسى، عن شريك، عن شعبة، كلهم عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديثهم. وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع. قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح احدكم اخاه ارضه خير له من ان ياخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم قال وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الانصار المحاقله. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، اخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن ابي انيسه، عن عبد الملك بن زيد، عن طاووس عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له ارض فانه ان يمنحها اخاه خير